الزول معكم ديهيا، كما كل مره راني مع البيسي تاعي وراني لابده الكاسك تاعي اللي نخدم بالمايك تاعي نهضر. ديزولي الا كان الدوره بزاف، ما عنديش كي ندير، راني دايره تاقه فاصلي. واش حبيت نحكي معكم، يا ريت الصو يكون يخدم ويا ريت ما يكونش كاين بارازي وما يكونش كاين حس وما يكونش كاين بلي شكل هذوك التشويشات اللي دخلوا دائما في الفيديو تاعي. كيما راكم تشوفوا شعري راه مشمخ، علاش راه مشمخ؟ خاطرش انا ديجا كنت في الدوش، وكي كنت في الدوش جاتني فكره وجاوني صالح في راسي، ما قديتش نقارع حتى نشوف شعري وحتى نحط مكياج على وجهي، بعدا نتشاركهم معاكم ونهضرهم معاكم. حبيت نحكي لكم قصه اللي هي قصه حقيقيه، وهذه القصة تتجسد في كل شخص فينا حنايا، تتجسد فيا فيكم في أي إنسان ممكن تعرفوه. هذه القصة تحكي على واحد في الحبس، واحد شداري له عطيناه غرفة نقوله قد ما يتكسل فيها يرقد وصاي بالطول والعرض، غرفة كي نقوله مربعة صح. وفي وسط هذه الغرفة شدايرين، داري له طاقة صغيرة وفيها الحديد، وداري له باب تحديدا بالعيله، وحاطينه كيما هكا اسباس كيما هكا قد ما يدخلوا له طبسي تاع ياكل الماء. وديجا شعري راهي شمخ، راهي طاح منها الماء. المهم شي كان يديروا له هذا الانسان، كان محبوس داكور، ما تهمناش التهمه تاعه شهياله ولا ما عبناش ما طاح عليه محبوس تماك، لكن اللي همنا ان هذا الانسان اللي راه في الحبس الحاجه الوحيده اللي كيشوفها هي هذاك الطبسي اللي يدخل ويخرج له، وهذاك الطبسي اللي فيه ماكله، ماشي حتى ماكله اللي تشبع ولا ماكله اللي تستفاد منها الجسم ولا الماكله اللي تقدر تعيش بها، وانما حاطين له جزء صغير من الماكله اللي يكون يقولوا ما يموتش باه ما يموتش، حاطين له جزء صغير من الماكله باه ما يموتش. هذاك الانسان اللي كان في الحبس، البداية تاع الحبس تاعه كان مغموم، كان كاره، كان ما قادش حتى يتنهد، سمعتني، كان في حالة اكتئاب، كان يدور يروح يجي مش عارف روحه حتى واش يدير داكور، كان حتى الماكلة هذيك التافهة اللي دخلوها له باه يعيش بيها ما كانش ياكلها. يا ريت الصوت تاعي يكون مسموع. المهم اللي هذيك الماكلة اللي كان يحطوها له ما كانش ياكلها، بصح مع الوقت كي يقولوا هو جمع ارتاح دا وقته، قاعد يخمم حتى في الحبس الحاجة الوحيدة اللي تقدر تديرها في الحبس، مع أنه ما عنده والو في الحبس، الحاجة الوحيدة اللي قدرها أنك تخمم، تفكر، تتخيل، تبدع في المخيلة تاعك داكور. حتى في الحبس اللي ما تقدر تدير فيه والو وأنت مش قادر تتنهد، تقدر تتخيل، تبدع، تفكر، ما كانش شوف، ممكن يقلعوا لي كلمة، ممكن يقلعوا لي كل شيء في هذه الدنيا، ممكن يقول لك الماكلة، ممكن يقول لك كل شيء في هذه الدنيا، لكن تا واحد ما ممكن يقلع عليك مخيلة تاعك، ما كاش واحد يتحكم فيها أبار انت، ما كاش واحد يتحكم في أفكارنا أبار انت داكور، حنا اللي نتحكم في أفكارنا وحنا اللي نتحكم في مخيلة تاعنا وحنا اللي نعطو الأمل. قالوا هذاك الإنسان اللي كان في الحبس، الحاجة الوحيدة اللي كانت عنده هي أفكاره، الحاجة الوحيدة اللي كانت عنده هي المخيلة تاعه، رغم أنه كان محبوس لكنه في مخيلته وفي عالم، صنع عالم ليه، قد يروح لأي مكان في ذاك العالم، قد يصنع جو من السعادة، قد يخلق عالم جديد ليه هو. بعد مدة في هذه الحالة لأنه خلق عالم جديد وبدأ يفكر وبدأ يبدع في أفكاره، رغم أنه محبوس أفكاره يعني مش ممكن تتعدى حتى هذه الجدران اللي هو موجود فيها، هو مش عارف حتى مور هذه الجدران وش كاين، لكنه قد في المخيلة تاعه أنه يبدع وأنه يفكر. في الأولى ما كانش ياكل داكور، بس ما عادش اللي نقول داكور هذه في الأولى ما كانش قد ياكل، بس شهوه لما بعد كينا ولا هذاك الطبسي يجيب ده يعاود يخرجه لهم خاوي. فاتت مدة، دوكا هذاك الإنسان اللي كان يعطي له الماكلة شغل حكمها نوع من أنواع الفضول، بغى يشوف هذا كيفاش حتى شو تبدل فيه، زعما اسكو استسلم صاي استسلم ولا واش راه عليه راه ياكل ولا يسمعه يضحك، كيف هذا ربع حيطان راه يضحك، كيف قد يكون سعيد في الحبس تضحك، وحبس كي داير ماشي حتى حبس اللي احنا نعرفوه اللي فيه زميل عندك في الغرفه معاك ولا تقد تخرج ولا تلعب ولا والو،
ربع حيطان قاعد فيهم ليل ونهار، ما يقدش مابا يعرف ما بين الليل ونهار إلا من هذيك الطاقة الصغيرة اللي بلا جزء صغير بسيط من السماء. أوكي، هذا كنوع من الفضول، حب يطل حل الباب تاع الحبس. ما أجي نكملكم ما أجي نكملكم هذا الجزء الأول تاع الحكاية داكور. موراها غادي مو بالك في الفيديو الزواج تاعنا اللي غادي نديرها مور هذا الفيديو، نحكي لكم الجزء الثاني والحكاية واش صرا. المهم هاد القصص انتم رقم سامعين، انا كنت ندوش جاتني في راسي، ومن هاد القصص جاني بزاف صلحات اخرين في راسي رغم كل شيء الا اني نتحكم في افكاري. مهما كنت فقير، مهما كنت ضعيف، مهما كنت ما نملك ولا اي شيء، نملك افكاري، نملك مخيلة تاعي، نملك يعني هما انا نملك حاجة قد نقدمها. انا نقول لكم هذه القصة كي قلت لكم تتجسد في كل انسان فينا. كيش تتجسد؟ نعطيكم مثال علي، انا بنت جزائرية امازيغية، هذه عايشة وسطكم نمشي، لكن انا في حياتي عندي حبس. انا يتحكم في عائلتي، المجتمع تاعي يتحكم في بزاف صوالح، تتحكم في قرايتي، هادو يعتبروا مثل حبس، مش حبس اللي نتوما راكم متخيلينه، لكن هم يعتبروا جزء من مقيد قيود. انا مثلا كي نروح نشوف حاجه نبغي ندير حاجه تخير في هذه الدنيا، نبغي باغزوم كي نشوف هكا دراري نمشي نشوف دراري هكا مساكين قاعدين يطلبوا ماهمش قادين ياكلوا ما يدير والو، شي فكره في راسي اللي هي اني علاش ما نقدش انا نغير العالم، بس حشا ولا على الاقل هذوك الاطفال نقدر نقدم لهم حاجه. انا قريت باغزوم نقدر نجيب طابلو نقريهم، بس حشا ولا علاش ما نقدش ندير هكا باسكو انا راني في حبس اللي هو باتوش. نقول الناس يقعدوا يشوفوا فيا وانا جايب داك الطابلو قاعده نقري في دوك الدراري، صافي بوك دوك الدراري يديروا حاجه ولا يصرا لهم حاجه ويقولوا شافوها معاهم حصلوا فيا كاش قضيه دارنا شي يقولوا لي تي مهبوله ما صبتي ما ديري راح تقري اولاد الشوارع كما هم يسموهم الناس، اما انهم نحترمهم كثير يعني باش هما اللي بغاو يكونوا في هذيك الوضعيه وتا واحد ما بغى يكون فيها. داك واش ثاني؟ هذا يعتبر كنوع من الحبس. كي نقول لكم حبس ماشي تتخيلوا انكم في تهمه ولا في قضيه ولا في حاجه مش مليحه، لكنه نوع من انواع القيود، نوع من انواع السجن. اوكي، لكن انا يعني ما نقدش نغير العالم، بصح نقدر نقدم بزاف صوالح في داخل الحبس اللي رانا فيه. نقدو عندنا مخيله تاعنا، عندنا افكارنا، اللي افكاري غادي نطلقها في اليوتيوب، ما كاينش واحد غادي يقول لي في اليوتيوب راكي ما عباليش، يوتيوب كاع الناس يتفرجوني ونحكي بصفه محترمه وانتم تفهموني. الحبس هذا مثال، كان الانسان اللي محبوس بالخدمه، الخدمه تاعته مثل له هو حبس، تلقى في خدمه حس بلي روحه راه في حبس. كان الانسان محبوس بالدراسه تاعه، الدراسه تاعته مثل له حبس. كان انسان محبوس، كل واحد فينا، كل هذه القصه تتجسد في كل انسان فينا. لكني انا في وسط الحبس نملك فقط افكاري ونملك مخيلتي، مخيلتي وافكاري حبيت نبارطاجيها معكم. علاش ما نتحركوش في وسط هذا الحبس؟ وعلاش ما نغيروش الحاله تاعنا؟ ماشي نقول لك غير الحبس اللي راك فيه ولا خرج للعالم وغير، لكن حالتي تكفيني اني كي نغير انا ممكن يتغير العالم. كل واحد يغير نفسه بزاف، صح؟ شوفوا احنا كاع عندنا لي بروبليم تاعنا وكاع عندنا مشاكل. اوكي، ما كاش واحد في الدنيا ما يعانيش، ابسط حاجه، ابسط حاجه ممكن نسميها معاناه، بس حواس هاد المعاناه ناس نقدو نديرو حاجه مليحه. انا حاجه مليحه اللي حبيت نديرها، حبيت نديرها معكم انتوما انكم تساعدوني فيها. اذا كان كاين واحد محامي بايزون نطلق افكاري، افكار اللي هي كيما كيش، لكن في كاين واحد محامي كيما تخرج من الجامعه اوكي، وهو ما يعرفش كيفاش مازال ما عندهش بيرو، مازال ما عندهش الكليو، يحط لي اللينك تاعه هنايا اوكي، يقول لي واش يقد يدير، واش يقد في اي قضيه، اي نوع من انواع القضايا قد يخدم، وش هو لا سالغ اللي قد يديه، شو هو البري اللي ممكن يطلبه مني، شاي الحاجة. والإنسان اللي يكون ممكن عنده بعضهم واحد ضالمينه ديله ورث تاعه ديله دراهمه، يقد يحط اللينك هنايا، يكومنت يقول لي حاجة، يعطيني فكرة هنايا، سمعتوني في الفيديو هذا، نديروا حاجة. تقد وسط الحبس انك تدير حاجة. يقول لي بعضهم اذا كان واحد عنده دراهم وورث تاعه هما داينه له، يعرف باللي حياته كومبلي غادي يجري مور هذاك الولد جامي يديه، شا يدير؟ يحط لهنا كومونتي يقول لنا باللي انايا كون واحد يساعدني ان حد القضيه تاعي تنحل، انا ممكن نعطيه جزء من الورث، نعطيه 1% ولا ما عباليش. انا هو يجي يقول لي واش رخصه، واش مستعد يعطي،
مقابل هاد الحاجة. هادي حاجة مليحة. إذا كان كاين ناس تلاميذ طلبة ممكن بغين يديروا حاجة وماش عارف يدير حاجة، أنا وحدي يقول لك ما نقدش ندير هاد الدنيا، شكون اللي غادي يتحرك؟ شكون اللي أنا غادي يعاونني؟ شكون اللي غادي يسمع لي؟ أنا نسمع لك، أنا نتحرك معك، وعبالي كما أنا راني نحكي والناس بزاف راهم يشوفوا فيا يهضروا كما هاد الهضرة اللي نقولها. قول لي واش راك باغي دير، داكور؟ قول لي واش، اكتب لي هنايا كومونتي لي، قول لي واش راك باغي دير. انا راح نتواصل، نقولوا حنا نتواصلوا مع بعضانا ونتلاقاو مع بعضانا ونديروا ديك الحاجه مع بعضانا. اذا كان كاين استاذ، اوكي، واحد فيكم استاذ في لغه معينه وماش يخدم بصح عنده الانترنت وعنده سكايب، يحط كومونتي لي هنا يقول لي بلي انا مستعد نقري الماده الفلانيه عبر الانترنت. الانسان اللي ما يخصه احتياج في لغه معينه، وإنسان بايزوم ما يكونش ما عندهش الوقت باه يقرا برا، زعما يروح كي نقول لي سني يقدر يروح يقرا في ايكول ولا باسكو بسبب ديزولي راني هضرك ونخلط ديفا في الهضره خاطرش افكاري هي تجي كيما هكا، بسبب انه مشغول عنده خدمه عنده ظروفه معينه يقول لي انا يخصني ديكور فرونسي اونغلي ما عباليش اي لغه تخيرها. نتصلوا مع هذاك الانسان اللي هو اصلا يقري، حنا نقدو نقدمو لبعضنا في اشياء، علاه رانا روطار كيما هكا؟ علاش حنا نقدو نقدو غير انا نغير من حالي ونحط يدي في انسان وخداخر به نتغير. انا راني محبوسه في حبسي ورغم الحبس اللي انا راني فيه ممكن نتواصل مع انسان اخر ونخرجه من الحبس تاعه. اذا حطينا ليد في ليد ممكن نخرجه من الحبس تاعنا. واحد اللي فيكم باغ اكزومبل يقول لي انا باغي ندير انا راني عايش في كارتي معمر حاشاكم زباله معمر بورسات معمر ما عباليش هو باغي نطفه، اسكو شوفي لي كاش وحدين يسكنوا في الكارتي تاعي ممكن نطفه، تاش ندير انا؟ غادي ندير فيديو واحد اخر، غادي نقول فلان مش فلان، شوف هو اذاك حاب يقول اسمه ولا لا، باغي يدير ديك الحاجه شكون اللي مستعد يساعده؟ انتما تحطوليش شكون اللي راه مستعد يساعده، شكون اللي مستعد يتبرع من وقته؟ وقتك يعني الوقت اللي رانا نضيعه في الافلام، وقت اللي رانا نضيعه في برا واقفين مصايبين ما نديرو، وقت اللي رانا نضيعه في الهضره، وقت عد هذا الوقت يسوى دراهم، الفكره تسوى دراهم، المخيله تاعنا اللي احنا ما راناش عاطينها قيمه هذه بحد ذاتها تسوى دراهم. مخيله نسمعوا منها افلام كي دايرين صح؟ علاش لا؟ عبالي بزاف ناس غادي يشوفوا بالك يعجبهم الهضره تاعي، وبالناس بزاف ناس اخرين غادي يشوفوا تقول لك ايش باقي لك راكي تحلمي، صح ما عليش انا الحلم تاعي نبغي نحطها في الواقع. وعلاش لا؟ اي واحد عنده فكره يحطها لي هنا في كومونتير، اي واحد عنده حاجه ممكن يقدمها يحطها لي هنا في كومونتير، اي واحد يبغي يدير اي حاجه تجيك في راسك حطها، وحنا انا نتواصل معكم نعطيكم سكايب تاعي نعطيكم نتواصل معكم واحد بواحد ونشوفوا في بعضنا، يشوفوا الانسان كما قلت لكم واحد بغى يتعلم حاجه ممكن الاخر يقدمها، نتواصلوا مع بعضنا احسن من اللي راه قاعد بالانترنت ما قاعد لا خدمه. شوفوا كل واحد فينا عنده حاجه متخصص فيها، اعرف انت فاش راك متخصص، صاي تنحل قول لي انت فاش راك متخصص وش خصك وش راك باغي دير. اوكي شوفوا انا ما عندي والو، شا عندي؟ ما عنديش حتى ما كاميرا كيما الناس، ما عنديش مابا كاميرا، ما عنديش مابا حاجه آلة تصوير اصور بها، راني بيسي تاعي بيسي حطب راني صور به، مايك تاعي مايك تاعي ما يخدمش، مايك تاعي الاخر تاعه ما يخدم، السماعه تاعه ما يخدمش، راني غير بهذا نخدم. لكن رغم هذا بغيت ندير حاجه. المره اللي فاتت كي حطيت الفيديو اللي حكيت فيها على واش كنت نعاني في الجامعه لقيت بزاف ناس اهتموا به وشافوه، عبالي باللي بزاف ناس فيكم يهتموا بهاد المواضيع. حركه تغيير، نديروا حركه تغيير للافضل، مانيش نقول لك دير وعمل مع الناس، لا لا غير غير في نفسك انت، غير مع الانسان، شوف واش تقدم وقول لي. انا ما غاديش نغير العالم ولا نقول لك، لكن الحاجه اللي ممكن نديرها نصنع شبكة تواصل صح، نشوف هذا شا مستعد يقدم وهذا شا خصو ونتواصلها مع بعضهم في هوايل، وهذه هذاك نقدو نرفعو من مستوى المعيشة تاعنا، نقدو نحسنو المجتمع تاعنا، نقدو نحسنو بزاف صوالح كيما هكا. انا باغزم جاتني هذه الفكره دركا وخرجت مدوش وما كملش ما بدوش غايه، مش ليش ما بروحي غايه شعري اللي كيراح، جيت نجري حليت بي سي تاعي الحطبه وقضبت المايك تاعي اللي ما يخدمش، والبارازيل ولات راهم بعدا كي نسمعوا الفيديو تلقاوها معمر حس، لكني درتها درتها ونحطها، وبزاف ناس ما تعجبهمش وبزاف ناس اخرين تعجبهم، معليش انا جاتني في حاجه في راسي مليحه نحطها،
نحن لا نملك إلا أفكارنا، لا نملك إلا مخيلتنا في وسط كل شيء. حتى في وسط الحبس أنت تملك هادو، حتى في وسط الحبس أنت تقد تبدع، تقد ترسم لوحة، تقد تكتب كتاب، تقد تدير فكرة. مدى إذا إحنا رانا خارجين وعدنا كتوبة وعدنا صوالح وعدنا خبرات، علاش ما قدوش نمدوا لبعضنا؟ شرح قضبنا، قولي شرح قضبنا. واحد يشوف فيديو هذا، قناتي اسمها قناة دي هي بيوتي، دي هي بيوتي بعد كينا نوريها لكم. شاه ما كش حاجة شدتنا نحطوا يدنا في يد بعضنا باش نطلعوا من النيفو تاعنا، باسكو رانا في الزيرو ورانا تحت الزيرو راه يسوى علينا. الزيرو تحطها مرة الواحد راه تولي عشرة، صليتو؟ واحد حطها مرة زيرو احنا تولي عشرة. احنا ما ناش ما باسوينا الزيرو، رانا تحت الزيرو. الحاجة الوحيدة اذا بغينا بالصح، اذا كان باغيتو بالصحة، باسكو الهضرة بالناس كاع نعرفو نهضرو، اذا بغيتو تديرو تغيير حركة تتحركوا وتغيروا في هذا العالم شمال افريقيا اللي رانا عايشين فيها، اضعف حاجة اصغر حاجة تديرها انك تحط كومنتير تقول لي انا نعرف هاش نعرف ندير، نديرها باطل، نديرها بالمقابل ان هاش خصني، هاش ممكن اقدم. والانسان واحد اخر يجي يحط مش شخصه وش باغي يدير. هاكا نتواصلوا مع بعضنا، ندير لوحات نتواصل معاكم، نشوف افكاركم. اي واحد فيكم عنده فكرة، حتى فكرة، حتى لو فكرة ما تعرف تدير والو، بس عندك فكرة، هاك ما تعرف تدير والو، عندك فكرة جيب هذيك الفكرة حطها، انا نناقشها معك، انا شخصيا راح نناقشها معك، نشوفوا ديك الفكرة وين تقدر توصل، نطرحوها للناس وخد اخرين كيما راني دايره في هذا الفيديو. جاتني فكرة نطرحتها معكم، ومن بعد هيا لو راني طرحت معكم فكرة تاعي، وناس وخد اخرين غادي يجوا يقدموا لي افكار ونعاود نطرحها معكم، حتى يجي نهار اللي معلية فكرة على فكرة، فكرة على فكرة، نبنو مجتمع راقي، نساعدوا بعضنا. ما تقارعش هذا يجي يساعدني وهذا يعمل لي ونقارع به رومان دافي قولي خدمة، ونقارع البوصة تاعي يزيد لي في الراتب تاعي ولا ما عباليش. لا لا نقدو الناس اللي طلعوا في هذه الدنيا واللي كانوا هما اللي صنعوا التاريخ، مش انت واحد ما دار لهم، هما داروا يدروا بعضهم. يقول لك باللي المجتمع الفاشل هما اللي يلقوا الانسان الناجح ويفشلوه، لانهم هما فاشلين وباغين يقعدوا فاشلين. لكن المجتمع الناجح هما اللي يلقوا الانسان الفاشل ويدعموه ويكونوا معاه حتى اللي ينجح. انتم تخيلوا اي مجتمع راكم باغين تكون، حتى مهما كانت فكره بسيطه، مهما كانت ما بليش، مهما كانت زعما ما استخفش بها، فكر بصوت عالي، تعلم تفكر بصوت عالي. هذه من اجمل النصائح اللي انا عطاوها لي في حياتي، فكر بصوت عالي. انا راني نفكر معاكم بصوت عالي. جاتني انا كنت ندوش لقيت فكره، جيت حليت البي سي تاعكم قلت لهم واش ناقشت الفكره تاعي معاكم. تستاهل هذه الارض اللي رانا عايشين فيها، تستاهل منا ان نديروا لها تصوالح. احنا يا كناس نستاهلوا كل خير، نستاهلوا نديروا. واحنا كناس لازم منا نثبتوا نفسنا، لازم تثبت نفسك مهما كانت حاجة بسيطة، نثبت بها نفسي. كومنتي غادي تكتبه، أنا غادي نتواصل مع كل واحد فيكم، نشوف شا قد تدير، شا قد تقدم. بقى أنا جبون صراني وضحت الفكرة اللي راني باغي نديرها. كل ما في الأمر أني باغي حركة تغيير، تغيير الأفضل، حركة زمانة معنى أنك تتحرك غير للأفضل، غيروا من هذا شمال إفريقيا اللي راني عايشين فيها. ما خصنا والو، الناس ما عندهم والو، الناس مخلوق ما عنده ني يدي ني كرعي ما اشقد حتى، لكن تلقاه عالم معتني. المهم انا راني حكيت معاكم وراني شاركت معاكم فكرة، انا شو قلت لكم في قناة دي هي بيوتي، انا شاركت معاكم كل شيء. جاتني فكرة شاركتها معاكم، دير ماكياج تاعي شاركها معاكم، تصرى لي حاجة شاركها معاكم، حياتي نشاركها معاكم، نبغيكم تدخلوا حياتي وتشوفوا كل شيء فيها. نتمنى تكون عجبتكم هذه الهضره، نتمنى تعيروا. ليش كنت تشوفيها في فيسبوك، لا تشوفيها في موقع واحد اخر، عيروا روحك، حل كونت جيميل جوجل بلس ودير هنايا كومونتير، عيروا روحك ما فيها والو. اذا كنت انت مش قادر تحل كونت ودير كومونتير، كيف راك باغي توصل؟ مع اني عطيتكم فرصه قلت لكم اني مستعده نحكي مع كل واحد فيكم، نشوف واش خاصنا، نلموا بعضانا، نتلموا ونديروا حاجة مش كبيرة. هادي واحد يعرف يقري حاجة يقول أنا نعرف أقري حاجة، واحد خاصه حاجة أنا خاصني حاجة همش همش همستعد نقدم في بلاصتها. نديروا حاجة ما فيها والو،
اذا ان الواحد فيكم عنده فكره ويا ريت لي كومونتير اللي يكونوا تكون حاجه محترمه ما نوقعش حاجه معايره ولا داكا. المهم مع اني عندي ثقه فيكم انكم انسان ناس محترمين، عندي ثقه فيكم انكم لما تشوفوا هذا الفيديو عقلكم غادي يخمم وغادي تعرفوا بلي انا هذه الفكره اللي جاتني بحب اشاركها معكم بنيه صافي، واني اذا هدرت هذه الهضره فانا هدرتها خاطرش باغي نطور في هذا المجتمع اللي باغي ندير، حابه نتحرك، حابه نغير، حابه نشوف افضل، حابه نحط يدينا في يد بعضانا، وعلاش اللي داروها ما همش خير منا. فانا خليكم، راني طولت الفيديو راهي فايته 20 دقيقه هنايا، نورمالمون ما نطولش كاع كيما هكا، بصح انا حكيت معاكم. نتمنى لكم حياه سعيده، نتمنى لكم اوقات سعيده، ونتمنى لكم اكثر واكثر انكم تخمموا، وانكم اي فكره عندكم تحطوها هنا مهما كانت صغيره مهما كانت كبيره مهما انت كنت تشوفها تافهه، اي حاجه تقدم تشوف انت الاختصاص اللي راك مليح فيه وسي يخرج من الحبس تاعك. قاعدنا مشاكلنا قاعدنا ما نقدش، او ما نقدش انا عندي خدمه، بصح موفق كي تكمل خدمة عندك هذاك الوقت ولا الساعة اللي ترتاح فيها اللي ممكن تقدم فيها للعالم حاجة. أوكي، عندك إذا كنت خياطة تقدي تعلمي حاجة وقت أخرى، تقدي تصنعي ملابس، قولي باغي نصنع ملابس باغي نبيعهم، ندير لك بيبليسيتي نبيعوهم، نعيط الناس وخد أخرين تلاميذ اللي يقراو اللي هما يضيعوا وقتهم غير في كونيكسيون غير في لي جو ماشي نقول لكم باللي لي جو ماشي شابين يلعبوا لي جو، خاطرش نعرف بزاف ناس مهووسين باللي جو، لكن انك تقدم حاجة للمجتمع احسن بكثير. ممكن هذه الخياطة اللي دارت قش انت تبيع لها ممكن تعطيك نسبة، راك استفدت، راك في البيت تاعك مجمعة بنت تقرية ولا ما عباليش هدير، راك مجمعة عندك الانترنت تاعك راك تبيعي فيها راك تستفادي، انت تستفادي وهي تستفاد، علاش لا، ومنها نستفادوا اللي صنع ملابس تقليدية نعرفوا بالعالم بالملابس تاعنا. سمحتوني توجور نبغي نكمل الهضرة وتوجور تجي فكرة. أنا خليكم شعري راهي مشعطط، أنا خليكم وياريت تفكروا في هاد الهضرة، وياريت أي واحد فيكم عنده حاجة ممكن يقدمها للعالم، حاجة ممكن يقدمها لهذا الشعب اللي رانا عايشين فيه، حاجة ممكن يقدمها للأرض إذا كانت عندك، إذا كنت حاب تدير بصح تغيير. وشعر هذا إذا كنتوا باغيين بصح تديروا تغيير، اذا كنتوا بصح حابين تشوفوا تطور بركه متلوم في فلان وتلوم هادو ما داروليش، وهادو كاع رانا عايشين في نفس المجتمع، كاع رانا عايشين فوق ارض واحده، كاع عندنا نفس المشاكل، لكن في وسط الحبس عندنا افكارنا ومخيلتنا، الافكار تسوى دراهم، مخيله ناس صنعوا بها افلام كدايرين دخلوا بهم ميزانيه الدول، افكارك مخيلتك تسوى دراهم، افكارك ممكن تبني بها اذا قيت واحد يسمع لك، علاش لا، علاش لا. بقى انا خليكم راني مقبلتي انا قاعده نهضر، وكل ما نبغي نحبس الفيديو راني نعاود نهضر. يا ريت ديروا لي ابوني في لاشين تاعي دي هي بيوتي، وتشاركوني افكاركم، واللي عنده فيكم حاجه مليحه كيكتبها وكيقولها. انا خليكم فكروا غايه، شوفوا واش نقدموا للمجتمع تاعنا، واش نقدموا لبعضانا، واش نقدموا نديروا، وكومونتو كتب كومونتير. اوكي عايل ما كاش على شفت هذا الفيديو تاعي في فيسبوك ولا شفته في بلاصه اخرى، روح للشان دي هي بيوتي في اليوتيوب وكتب كومونتير باه نتواصلوا، انا غادي نتواصل معكم واحد بواحد وغادي نرد عليكم واحد بواحد، وغادي الناس نوصلهم مع بعضهم، كي نلقى زوج ممكن يقدموا حاجه لبعضهم انا غادي نوصلهم مع بعضهم. باي، جود لاك. هادي تاع قليل اللي يفهموها بصح ما يجيش. باي، تهلاو في روحكم، باي، تهلاو في روحكم، ويا ريت تفكروا.